وللحديث أكثر عن الحركات المسلحة ينضم إلينا من تكساس مدير معهد سكوركروفت للشؤون الدولية أندرو ناتسيوس، والذي عمل سابقا كمدير للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشغل منصب المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان ما بين عامي 2006 و2007 للتعامل مع أزمة دارفور واتفاقية السلام بين الشمال والجنوب. أهلا وسهلا بك سيد ناتسيوس. تدفع واشنطن باتجاه حل الأزمة السودانية، هل تعتقد أن تشكيل المزيد من الحركات المسلحة يضر بهذه الجهود؟ نعم، من دون شك الأمور متجزئة اليوم في السودان أكثر مما كانت عليه منذ إنشاء البلد. لم أرى فوضى من هذا النوع، والجيش لا يسيطر بشكل تام على البلاد. مع بشير كانت هناك هيئة واحدة تحكم، كانت ديكتاتورية نعم، ولكن كانت تسيطر بشكل فعلي، وكانت هناك مجموعات مانحة، النرويج وبريطانيا وأمريكا، وهناك اليوم مجموعة جديدة انضم إليها السعوديون والإماراتيون، وهناك الوسطاء. وحتى ضمن السودان الوضع معقد للغاية، وكلما كانت هناك تجزئة للوضع السياسي كلما كان التوافق أصعب. طيب، إلى أي مدى يعني في نظرك تضيف هذه مثل هذه الحركات المزيد من التعقيد في المشهد السياسي الداخلي في السودان أيضا؟ نعم، السؤال هو أولا أن تكون لدينا خارطة لكل هذه المجموعات، وهذا أمر أساسي. علينا أن نفهم من لديه السلطة الفعلية، ويبدو لي أن الأمور الآن متسيبة جدا. الإسلاميون يريدون العودة إلى السلطة، نعم، وهناك محاولة أيضا للعودة إلى النظام القديم عندما كان بشير في سدة السلطة، ولكن ذلك لا يمكن أن يحصل. لدينا المجتمع المدني الذي يتنظم وينظم التظاهرات، ولكن 400 من هؤلاء نعم قتلوا على يد الشرطة فقط هذه السنة، وهو أمر صادم. وكل ما ازدادت مجموعة سيصبح الأمر أكثر فوضى. الدول المجاورة سيد ناتسيوس تشهد حالة أيضا مماثلة من تكاثر الحركات المسلحة مثل ليبيا وتشاد، والظاهرة ليست حصرا على السودان. كيف في نظرك يؤثر الوضع الأمني الإقليمي على السودان؟ هل الصراع حاليا على السودان أم في السودان؟ عندما كان الوضع مستقرا في إثيوبيا كان هناك تأثير إيجابي على المسار السياسي، حتى لو لم يكن هناك اتفاق على المستوى السياسي. والبشير كان على تواصل مع القادة في إثيوبيا في حينه كل يوم. مبارك أيضا كان يلعب دورا مهما في حينه مع البشير، ولكن الوضع تغير اليوم. مصر ما زال لديها نفوذ في السودان، ولكن إثيوبيا تعاني من حرب أهلية، وتواجه أيضا صراعات حول الحدود مع السودان. هذا يعني أن القوات الإقليمية لا تلعب الدور الذي كانت تلعبه في الماضي. أيام القذافي أيضا كان يلعب دورا، وكان يسلح المتمردين في الدارفور، كان دوره مزعزعا، ولكن كنا نعرف أن السلطة في يديه. الآن الأمر لا يبدو كذلك. تحدثت عن دور إقليمي كان للسودان، ما هو الدور الأمريكي الذي كان من المتوقع أن يجنب السودان ما يحدث حاليا؟ لا أعتقد أن أمريكا كان بإمكانها أن تمنع ما يحصل أيا كان الرئيس. ورغم ذلك منذ الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان
تأثرت صورة وسلطة الولايات المتحدة عبر العالم، وقد استعدنا بعد من موقعنا عبر جهودنا لتسليح ودعم القوات الأوكرانية ضد الاجتياح الروسي. نعم، وأحمدتي الذي كان أيضاً مسؤولاً في المجلس العسكري كان هو في السابق رئيس الجنجويد. هل في نظرك سيد ناسيوس، وأعذرني هنا للمقاطعة، يختلف حميدتي عن باقي الحركات المسلحة المتمردة في السودان؟ نعم، لديه بعض النفوذ، ولكن يمكن أن تكون هناك حرب أهلية بين الجيش التابع لبرهان وحمتي. وأعرف أنه مؤخرا كان في الدارفور يحاول أن يعزز من سلطته، ولا أعتقد أن هناك مجموعات في الماضي لديها الموارد المالية الموجودة معه اليوم. ربما أخطأ عندما توجه إلى موسكو، ولكن فيما يتعلق بأمريكا لن تستمع إلى شخص يعتبر مرتكباً لجرائم حرب. وروسيا من جهة أخرى أصبحت أضعف بكثير من جراء الحرب في أوكرانيا ولا تهتم اليوم بالسودان. هناك من يقول ومجموعة فاغنر لديها مخيمات نعم قريباً من الخرطوم، وكانت تتعامل أيضاً مع أحمدتي، ولكن التأثير طبعاً سلبي. هناك من يقول من المراقبون أن يعني التقارب الروسي هو نوع من الأدوات التي يلعبها الساسة في السودان لجذب الانتباه الأمريكي. لا يمكن أن يكون هناك نجاح في التأثير على الموقع الأمريكي. أمريكا حتى قبل اجتياح أوكرانيا كانت تواجه المحاولات الروسية لفرض نفوذها، ولكن روسيا الآن أصبحت ضعيفة داخلياً لأنها فشلت في أوكرانيا وما زالت عالقة في الحرب الأولى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. الاتحاد الأوروبي الآن يركز على أزمة الطاقة وعلى الحرب في أوكرانيا ولا يركز على أفريقيا. ولكن كيف واجهت؟ ولكن كيف واجهت الولايات المتحدة الروس ومصالحها في البحر الأحمر وفي السودان تحديدا؟ أمريكا الآن ليس لديها نفوذ على روسيا لأن روسيا تخوض هذه الحرب في أوكرانيا. وبالنسبة لروسيا أيضا هذه الحرب زعزعت استقرار حكم بوتين. طيب سيد ناتسيوس، أنت كنت مبعوثا خاصا للسودان وتابعت اتفاقات سلام مختلفة وسابقة لكنها لم تدم، وحاليا هناك اتفاق سلام جوبا. هل تتوقع لهذا الاتفاق نفس مصير الاتفاقات السابقة؟ نعم، لا أعتقد أن اللاعبين الآن يمكنهم أن يطبقوا أي من هذه الاتفاقات. يجدر أن تكون هناك سلطة سياسية ملتزمة بعملية السلام، اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب. أنهت الحرب بين الجنوب والشمال وأدت إلى استقلال الجنوب، ولكن الجنوب ارتكب أخطاء كثيرة بعد ذلك لأسباب عدة، ولكن الاتفاق بشكل عام كان ناجحا. وعلي أن أقول أيضا أن القوات التي تحاول أن تقوض اتفاقيات السلام السابقة هي التي تحاول اليوم أن تقوض الاتفاقيات الحالية. هل يمكن أن تسميها لنا سيد ناتسيوس؟
والإسلاميون الذين أيضا كانوا يقودون اتفاقيات سابقة ما زالوا يفعلون ذلك اليوم. طيب، هل في نظرك يمكن أن تعيق تكاثر الحركات المسلحة في السودان المساعدات الأمريكية؟ السودان يمر بضائقة يعني اقتصادية وإنسانية كبيرة في هذا الوقت. نعم، الأزمة الاقتصادية تتفاقم والمساعدات الإنسانية ستستمر أيا كان ما يحصل على المستوى السياسي. أمريكا طبعا لن تضع شروط في هذا المجال تتعلق بالوضع السياسي. المساعدة ستستمر، سيكون من الصعب إيصال المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين والمهجرين لو حصلت حرب أهلية، وهناك خطر أن تكون هناك حرب أهلية في الشمال اليوم. شكرا جزيلا لك سيد أندرو ناتسيوس، كنت معنا من تكساس، شكرا لك.